واش ربما هذيك في الويزات، لا هذه هذه في هذا الحديث، هذا المرحوم الله يرحمه قرب الملحقه ديال سريج قناوه، الملحقه ديال الاراضيف سريج قناوه بالضبط ما بين بلاد المنجره وتجزئه البرج. نعم تماك المرحوم قبطلو الله العمر. اذا والاخرى الحادثه وقعت في جنان الطبيب، الحاله ديال الكريساج وديال هذاك الناس بغاو هذا، ورجال الامن مشكورين قالوا احنا مستعدين الا خفتم هاد المجرمين غنعتهم لنا من عن بعد، ولكن هاد المحاوله هذا راه خصو حل جذري الاخوه الكرام. اناشد من هذا المنبر كناشد الغايورين على مدينه فاس وبالخصوص السكان ديال سريج قناوه. وكذلك ما تفوتنيش الاخوه الكرام، حاليا راني في المستشفى نظرا لهذا المرحوم، العرس اللي كان جاي له قرب الدار ديالنا، والدار ديالنا كيقولوا لي الناس فين ساكن، كنقول لهم حدا مول الكيف. بهذا اللفظ. علاش زعما؟ حيت مول الكيف كيقضي الغرض تماك حدايا، معروف تبيع الكيف، تبيع الكيف سنين، حنيشه ورجال الامن كيجيو ياخذوا الفلوس في استغربنا. والله الا استغربنا سيدي ما شاء الله، والشمس كتحرق. انت تتشوف زعما هذه بالنسبه للمستشفى، جيت انا وجيراني كما نحروا هذا الميت من اكرام الميت، الدفن التعجيل بالدفن ديالو، بغينا اليوم ندفنوه رحمه الله، ولكن المحاوله باءت بالفشل. لماذا؟ لانها خص 4050 درهم، ما عرفناش ديالاش، والهم فاش كيكثر راه كيضحك. تمنيت يقبطوا يعتق يرهنوا واحد فينا ويعطيونا الميت، انا مستعد نترهن في بلاصه هذا الميت على ما يتحل المشكل ب 4050 درهم، مستعد المحسنين يجمعوها ولا غير يعطيونا الميت نحطوا ضمانه، ضمانه ديال شخص او جوج من الناس. الا كان راسك الا كان مسموح في القانون، الا كان انا لا ادري بالنيابه العامه، النيابه العامه ما عرفتش. الناس عارفه ان السي اش اي هو بالمجان، دابا الان تيطلبوكم 4050 لا ادري واش هي شي راديو صوبوه، الله اعلم ما عرفناش المسطره شنو هنا، ما عرفناش نظرا حنا اميين ما عارفينش في هذا الجانب هذا. المهم اهم حاجه ذاك الميت يبات في الضريح ديالو هذه الليله، كان من المفروض. شكرا والسلام عليكم. شكرا جزيلا.